نص. خصك تخلصني على هذا. أريد أن أخلص ما تخافش. يا رجوان. لا أول حاجة بحال اللي قلت لك جوج فرق اللي كبارين على هادشي قلت الفينال جات في وقتها ملي لعبوا البارح على فينال الشامبيونز ليغ ديال الأوروب ملي كتبغيت زعما تفرج وتشوف أفريقيا أنا نكون أنا ساكن في أمريكا ديال ساكن في بوينوس آيريس ولا في نيويورك ولا في باريس غنشعل التلفازه ديالو بغيت نشوف فينال الشامبيونز ليغ ديال افريك نامن نشوف اهلي مع الوداد هادي مهمه دونك فينال اللي كبيره بحال البارح مدريد مع ليفربول دونك اول حاجه شرف علينا وعلى الاهلي من بعد بحال اللي قلتي اهلي عندهم تجربه بلا ما نقولوا هي الريال مدريد ديال افريك مول فات لعب الفينال شفنا مدريد كيفاش ربحوا البارح بوالو تقدر تربح يا هادي الاهلي حتى هاد العام بوالو ربحات مشات الفينال كتعرف كيفاش تربح حنا الحمد لله داز الماتش ديال البارح باش نتعلموا مهارات ديال ليفربول اللي غيتعلموا الدراري يا فوالا الاهلي يا ريال مدريد بوالو لا حنا نعسنا غدا ولا الجول ديالو ميدير بحال كورتوا خصنا نبقاو مكونسونطري باش ما نخليهمش بوالو يربحونا مي اللي قلت على بيترو كان امن بها انا بالنسبه لي احسن فرقه اللي لعبنا في لو ستيل دو جو كان اصعب الماتش اللي دوزنا وكان امن لي ولا بيترو لا كانت في الطابلو اخرى كنا غنتلاقاو في فينال علاش قلت هادشي علاش بيترو ضربات سان داون ضربات كتقولها باش ما يقولوش ملي قلت ربيت ربحات سان داون في الدار ودارت التعادل سان داون ولا شفتي الاهلي في الجروبات خسرت مع سان داون جوج مرات علي روتور دونك كان امن لي الجروب ديالنا ولا شفتي كان الزمالك اللي فرقه كبيره اللي هي الاولى يمكن في البطوله ديال مصر دونك كان امن لي بيترو ولا كانت في جروب اخر انا احسن فرقه اللي لعبنا وحنا دوزنا صراحه تعدمنا علاش ديناك ماتش كبير ليه دونك على هادشي قلت الحق على احترام اللي عندي على الاهلي فرقه كبيره هي فافوري ملي كتشوف الفرقه ديالهم غنعاودها ملي كتشوف بانون يمكن احسن لاعب اللي داز في البطوله ما قدرش يبقى في البطوله ديالنا مشى لهي يلعب في الاهلي ملي كتشوف اوناجم بن شركي حنا ما قدرناش يبقاو في البطوله ديالنا كيلعبوا في البطوله ديال مصر الفلوس اللي عندهم الفرق المصريين ماشي ديالنا حنا ما قدرناش نديرو انتدابات دونك كنحترمو حنا عارفين غدا الاهلي غنجبروه واخا يكون جمهور هما لي فافوري حنا غنتقاتلو بحال اللي درنا مع بيترو بحال اللي درنا مع بلوزداد مع الجمهور ديالنا باش ان شاء الله نديرو واحد الماتش كبير باش نخلو الكاس هنا في كازا.